هذا اللقاء التواصلي اللي تواصلنا من خلاله مع ساكنة جماعة القليعة ومع كذلك منتخبي ومنتخبات حزب الاستقلال على مستوى عمالة إنزكا الأيت ملول وسيد رئيس جماعة القليعة وجميع مناضلي ومناضلات حزب الاستقلال على مستوى عمالة إنزكا الأيت ملول بخصوص البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر. كيف ما كيعرف الجميع هذا برنامج واعد وبرنامج هام يعتبر اليوم ثورة اجتماعية على المستوى الاجتماعي بكل مقاييس، يعتبر كذلك من بين أهم الأوراش اللي كيسهر عليها صاحب الجلالة للتنزيل ديال المضامين ديالها. اللقاء كان فرصة للتعريف بهذا البرنامج، تعريف المقتضيات اللي جا بها، شروط ديال الاستفادة، الفئات المستهدفة اللي عندها الحق تستفد من هذا البرنامج. كان لقاء ناجح بامتياز، من خلاله القاعة تفاعلت مع العرض ديالنا وتفاعلنا كذلك معهم من خلال المشاكل اللي كيتعرضوا لها في التسجيل ديال هذا السجل الاجتماعي الموحد. كان هناك تواصل مع الساكنة اليوم، كذلك حرصنا باش جميع الحضور اليوم يتواصلوا مع الساكنة في تنزيل ديال المقتضيات ديال هذا البرنامج، لانه وفي مرحلة أولية غادي يكونوا هفوات في التنزيل ديالو. وطالبنا من الجميع بأنه التحدي والرهان هو إنجاح هذا الورش الكبير اللي عنده واحد الأهمية بالغة ديال سيدنا الله ينصرو، وبالتالي إحنا راه غادي نبقاو مواصلين معهم خصوصا في هذه المرحلة الأولية ديال التنزيل ديال هذه المقتضيات، لأنه غادي يبدأ من هذا آخر ديال هذا الشهر ديال جانفي 2023. وإحنا دائما غنبقاو رهنا الإشارة ديال جميع الساكنة ديال عمالة إنزكا الأيت ملول للتنزيل الجيد ديال هذا البرنامج. لقاء جاء طبيعة الحال في إطار واحد البرنامج ديال حزب الاستقلال على الصعيد الوطني، التواصل مع المواطنين والمواطنات لشرح واحد البرنامج اللي هو ملكي، والتفاتة جميلة من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لهذه الفئة اللي هي الشعوب، الفئة اللي هي فقيرة داخل المجتمع المغربي، غتستهدف واحد العدد ديال الفئات، فيهم الأمهات العازبات وفيهم الأراميل وفيهم المطلقات وفيهم كذلك أشخاص مسنين، خاصة الأبناء اللي هم في سن المدرسة، وكذلك فيهم منح بحال المنحة ديال الولادة اللي هي غادي تكون 2000 درهم في الولادة الأولى و1000 درهم في الولادة الثانية. هذا الدعم هذا ملكي محض، وبرنامج تنفذه الآن الحكومة، ستبدأ الاستفادة ابتداء من هذا دو جانبير هذا اللي احنا فيه اليوم. الساكنة مطالبة أنها تسجل أولا في السجل ديال السكن والسكنة، وكذلك تسجل في السجل الاجتماعي، كيطلع مؤشر عندها المؤشر ديال لامو ديال التغطية الصحية هو 39، المؤشر ديال الدعم الاجتماعي هو 74 اللي غادي يشمل الاستفادة. الاستفادة غتبدا من 500 درهم، والبلافون ديالها هو 2200 درهم، هو البلافون ديال هاد المساعدة هذه. الوليدات غادي يبداو من 200 درهم وغادي يكونوا 250 درهم في 2025، وغادي يكونوا 300 درهم في 2026. هادو لتشجيع التمدرس باش هاد الاسر هادو المعوزه ما يخرجوش وليداتهم من المدرسه، ما يكونش عندنا هدر مدرسي، يكون استمراريه في التمدرس، وكذلك ستكون كذلك مراقبه من ناحيه واش الوليدات خداو التلقيحات ديالهم كامله، واش كاين مراقبه ديال المراه في اللي هي حامل اللي كتوجد المولود ديالها الجديد، واش تابعت في المركز الصحي اللي تابع ليها، واش دارت لي فاكسان ديالها، واش هاد الوليدات ملي تولدوا واش داروا لي فاكسان ديالهم. كذلك هادو كلهم غادي يكون تكون متابعه لهم، هو شرط الاستفاده من هاد الدعم الاجتماعي بالنسبه لهاد الفئات هذه. جماعه القليعه في لقاء مع مناضلات ومناضلي الحزب وتحت اشراف السيد عبد الصمد قيوح اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال، وبحضور ايضا كل من النائب البرلماني عن اقليم اكادير انزكان وعماله اكادير انزكان، وايضا رئيس الجماعه والكتاب الفروع ومناضلات ومناضلي الحزب ومنظمات الموازيه له، طبعا في إطار اللقاءات التي يعقدها حزب الاستقلال حول الدعم الاجتماعي المباشر، وهي لقاءات تواصلية الهدف منها إيصال المعلومة القيمة وأيضا التفاعل مع مختلف
يعني التساؤلات والاقتراحات وايضا تدليل الصعاب امام هذا يعني المعلومات المتعلقه بهذا البرنامج الملكي والذي يحظى باهتمام الحكومه طبعا، وتنزيله هو مسؤوليه الجميع، لان التواصل بشانه هو اللي كفيل باش يمكن لهذا البرنامج ينجح، واللي كيهم شريحه كبيره او يعني مهمه من المجتمع المغربي، وهي شريحه المتعلقه بالطبقات الهشه والضعيفه، ولقاء متميز بمجموعه الملاحظات والتساؤلات اللي تم الاجابه عليها. ونحن يعني جد ممتنون لكل من صاهر من قريب ومن بعيد على انجاح هذه المحطه اللقائيه الجميله الحزبيه لحزب